بسم الله والابن والروح القدس إله واحد آمين. حل علينا نعمته وبركته الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور كلها آمين. أنا فرحان لما أكون معاكم النهاردة، وأشكر أبائي وإخواتي على دعوتهم. نعمة ربنا الموضوع اللي هنتكلم فيه، واللي طلبوا الإخوة الأحباء إن احنا نتكلم فيه، موضوع الايدنتيتي بتاعتنا، الهوية بتاعتنا. وده موضوع كبير، ربنا يدينا نعمة إن احنا نتكلم على الايدنتيتي بتاعتنا، لأن دي حاجة مهمة قوي. هنقرأ مع بعض جزء من رسالة معلمنا بولس الرسول إلى أهل فيليبي، وتبقى دي مدخل للكلمة بتاعت النهاردة. بس الأول قبل ما نقرأ الحتة دي، حابب بس نعرف إيه هي الايدنتيتي، إيه الهوية. في كذا حاجة في الايدنتيتي، لكن الحاجة الظاهرة قوي إن الايدنتيتي هي البليف بتاعك، بالتحديد الفاليو سيستم، أو الطريقة اللي أنت وأنا بنشوف نفسنا بيها. والطريقة دي بتبقى ريفلكتد على المجتمع الخارجي اللي بنسميها السوشيال ايدنتيتي. الناس بتشوفك ازاي، المجتمع بيشوفك ازاي، بيبصوا عليك وبيقولوا ايه. فالطريقة اللي انت بتشوفها وبتؤمن بيها وبتعيش بيها، ده البيرسونال ايدنتيتي بتاعتك. احنا مش بنتكلم على الاي دي، الكارت اللي بره ده اللي بتطلعه عشان تدخل بياناته في اي حاجه، من غيره ما تقدرش تعمل حاجه. ده النظام الاداري، مش ده اللي بنقصده. لكن الايدنتيتي هويتك انت، انت شايف نفسك ايه، انت شايف نفسك ايه، وبالتالي الطريقه اللي بتشوف بيها نفسك بتنعكس على سلوكياتك. بمعنى ايه؟ بمعنى ايه؟ الانسان المسيحي بيؤمن ان مصدر حياته هو المسيح، مش كده؟ وبالتالي من خلال تعليم السيد المسيح اللي هو نور العالم كله، بيصبح هذا الإنسان المسيحي بيسلك بطريقة معينة من خلال ويندو اسمه المسيح. وكل الفاليوز بتاعتك بتستمدها من هذا المسيح، وبالتالي بيصبح الفاليو سيستم بتاعك هو المسيح، وبتنقل الصورة دي للعالم كله. وهتلاقي دايماً في تعارض ما بين الفاليو سيستم بتاعك والتعليم اللي العالم بيقوله، دايما متعارض. والمسيح قال دايما هتلاقوا ان انتوا مختلفين عن العالم اللي بره، وقالها لنا بصراحه، قال لستم من هذا العالم، ان كنتم من العالم فكان العالم يقبلكم، ولكن لانكم لستم من العالم فزي ما رفضوني هيرفضوكم. خطورة الفاليو ايه بقى؟ الفاليو دي يا جماعة زي ما بتبني طوب حيطة. الراجل بيبني حيطة بيعمل ايه؟ بيجيب طوبة فوق طوبة فوق طوبة فوق طوبة، بينهم بيحط حاجة، بيحط حاجة جلو. الجلو ده هو اللي بيربط الطوب ده مع بعضه، مش كده؟ لو ما حطش الجلو ده يجي ولد صغير يزقها تقع. هو ده الفاليو سيستم بتاعنا. فالفاليو سيستم بتاعنا ده هو مهم جدا لينا وللمجتمع. النهارده ابتدى يتلخبط شويه. النهارده المجتمع ابتدى يعمل الفاليو الايفولوشن بتاعه او التطور بتاعه. بص كده على 20 سنة اللي فاتت. بص على 20 سنة اللي فاتت، تلاقي الفاليو سيستم في المجتمع ابتدى ياخد
شكل جديد، ابتدى ياخد ابعاد جديده. علشان كده خلي بالك، اكبر تحدي بيقابلك النهارده مش انت، خليني اقول بالتحديد اولادنا، هو الايدنتيتي بتاعتهم. اكبر تحدي بيقابل المسيحيه في العالم كله هو الايدنتيتي، الايدنتيتي بتاعتنا. فربنا يدينا نعمه ان احنا نحافظ عليها، علشان هي دي اللي هتنقلها لاولادك. دي الولادك هيشوفوها فيك، ولادك هيشوفوا فيك الفاليو سيستم بتاعك. مهما تحاول تخبيه او تعمل له ديكوريشن، ظاهر في تصرفاتك وفي افعالك. فخلي بالك، كنا زمان نشوف في جد وتيتا حاجه كده حلوه قوي، نحس ان هما مختلفين جدا جدا. انا مش ريترو على فكره، انا مش رجعي، انا يعني سريع في، لكن بحب اربط الماضي بالحاضر، لان الماضي والتاريخ اللي ما يفهمش منه ما يعرفش يمشي قدام ابدا. كنت زمان تبص على تيتا وتشوف فيهم حاجه كده مختلفه تحترمها فيهم، واحنا صغيرين ما كناش فاهمين ان ده الفاليو او الايدنتيتي، بس بص عليهم لهم ديفرنت، مختلف. كنت تبص وتاخد منه وتمشي باللي معاه يمشيك، وده اللي هيحصل مع اولادك واحفادك. الفاليو سيستم بتاعك ده والايدنتيتي بتاعتك دي، ده اللي هتمشي اولادك والاجيال اللي جايه. فننتبه جدا للحته دي. معلش انا خدت وقت في المقدمه دي، لكن تعالوا نقرا زي ما قلنا فيليبي الاصحاح الثالث، 20 عدد، نقراهم بسرعة مع بعض، وبعد كده ربنا يدينا نعمة نقول حاجة بسيطة خالص. باسم الآب والابن والروح القدس، إله واحد، أمين. أخيرا يا إخوتي، افرحوا في الرب. كتابة هذه الأمور إليكم ليست علي ثقيلة، وأما لكم فهي مؤمنة. يعني بيقولوا أنا كنت فرحان أن أنا أكتب لكم الرسالة دي، مش تقيل على قلبي، أنا فرحان خالص أن أنا بديكوا التعليم ده. انظروا الكلاب، انظروا فعلة الشر، انظروا القطع، الناس الوحشة اللي كانت بتهاجم الكنيسة، اللي هم كانوا بيدعوا للتهود. أيام بولس كان في اتجاه كده يهودوا المسيحية، بيقولهم خلي بالكم منهم، انظروا يعني بيوير، لأننا نحن الختان الذين نعبد الله بالروح ونفتخر في المسيح يسوع ولا نتكل على الجسد. يبقى احنا خلاص المسيحية جابتنا قدام، طلعت بينا من الختان ومن الكلام ده كلها. احنا النهاردة بنعبد المسيح في الروح، مش بنتكل على اعمال الجسد زي ما كان اليهود بيعملوا. مع ان لي ان اتكل على الجسد، قال لهم بقى بصوا بقى، ضغط على السر على زرار كده، جاب لهم سكرول داون، قال لهم ده الريزومي بتاعي بقى، هيقولوا دلوقتي ان ظن واحد اخر ان يتكل على الجسد فأنا بالأولى. ده أنا بقى هيقول لهم إيه؟ من جهة الختان مختوم في اليوم التالي، من جلد إسرائيل من سبط بنيامين، يعني يقول لهم بقى أنا واو، يعني عبراني من العبرانيين من جهة الناموس الفريسي، من جهة الغيرة مضطهد الكنيسة، محدش فيني أدي اضطهد الكنيسة، من جهة البر الذي في الناموس بلا لوم، عملت كل الوصايا، تممت كل الوصايا. يعني بيقول لهم أنا بقى من الموضوع ده، يعني أنا أحسن واحد فيكم. ده كان الايدنتيتي بتاعتي، دي كانت الايدنتيتي بتاعتي زمان وأنا يهودي. كنت فاكر أن أنا ماشي صح، كنت عامل كل حاجة متكل على البر. بعدين قال لهم بقى الآية المشهورة، لكن ما كان لي ربحا كل اللي فات ده، فهذا قد حسبته من أجل المسيح إيه؟ خسارة. لهم أول ما عرفت المسيح يا جماعة كل ده اتغير. واحنا اول ما بنقرب من المسيح تلاقي الفالي بتاعك اتغير. بمعنى ايه؟ تلاقي الفيم
دجنتي والفلوس والجلامر بتاع العالم اللي بره ده ابتدى يطفي شوية. كل ما تقرب من يسوع كل ما نور المسيح هو اللي ينور اكتر، وتحس ان الحاجات دي مش مؤثرة فيك قوي مع انها بتحرك العالم كله. كل يوم الصبح ده وجونز ده يتحرك يغير العالم كله، يرفع مش عارف مين وينزل مين ويزود مش عارف ايه ويشيل ده ويحط ده، ده بره. لكن عندك انت لا. فيقولون ما كان لي ربحا فقد حسبته من اجل المسيح ايه؟ خساره. بل اني احسب كل شيء ايضا من اجل فضل معرفه المسيح يسوع ربي. هي دي الحته اللي هتخلي بالك دايما منها، معرفه المسيح يسوع ربي. هنقول في الاخر حاجه صغيره عليها، الذي من اجله خسرت كل الاشياء وانا احسبها ايه؟ نفايه، يعني ربش، لكي اربح المسيح واوجد فيه، وليس لي بري الذي من الناموس زي ما كنت متكل عليه زمان، بل الذي بايمان المسيح، البر الذي من الله بالايمان. ما عادش بقى الحكايه بتاعتي انا، لا ده انا اوجد فيه. هو ده السر، هو ده السر الايدنتيتي. كل ما هتقرب من المسيح كل ما يبقى لك ايدنتيتي. احنا ملناش ايدنتيتي. قلها لك ازاي؟ عارف القمر؟ القمر قمر ما طلعوا دوروا عليه لقوه ايه؟ كوكب ضلمه، صخور. مع ان احنا بنشوفه كده من كام يوم قال لك بص، مش عارف فاكرين كده من كام اسبوعين كده كان فعلا القمر يجنن، تبص عليه كده ياخد عقلك. لكن هو بيعكس ايه؟ نور المسيح. فكل ما تقرب من المسيح كل ما تعكس نور المسيح. لكن احنا ضلمة، احنا ضلمة ولا حاجة. لكن كل ما تقرب من يسوع نور يسوع يشع فيك، كل ما تنسحق كل ما نور المسيح ينور فيك، كل ما تنكر ذاتك اكتر ريحتك تبقى احلى، كل ما توطي ولادك يرفعوك، كل ما تعيش في المسيح وتقرب مش عشان فروض. اوعى تعمل دي عشان ده فرض علينا، لا ده حب، احنا بنحبه، بنحبه، لازم تحبه، لازم تدوقه، لازم تدوق المسيح ده يتداق ويتشاف ويتشم ويتحس. عشان كده المسيحيه حياه. هات عيان، دكتور كان بيتكلم دلوقتي كلينيكلي كده، تجيب عيان كده ميت شكله انسان تلمسه تلاقيه ايه؟ كولد. تحط ايدك تحت مفيش، تحطه يسمع مفيش، تحط له كل الكيبلز تلاقيه مفيش، مفيش حياه. لكن المسيحيه لها حياه، ريحتك ريحه المسيح، صوتك زي المسيح، شكلك عليك سمات المسيح. أما أنا فلي سمات ربنا يسوع المسيح زي ما قال بولس العظيم. لك حياة كده، شكل واضح كده. كل ما تقرب من يسوع كل ما لك حياة جميلة كده، ليرى الناس أعمالكم، فالناس يشوفوها فيك. ساعات كده تشوف إنسان يشدك. كان زمان في شغلي زمان كان في إنسان حلو قوي اسمه جورج نوفا، كان لسه فاكر اسمه من زمن. كان راجل ده كان مدرس وكان متجوز مراته بيحبوا بعض، وبعدين جالها ام اس واجريسيف ام اس وهي صغيره، لدرجه انها ما عادتش بتتحرك خالص وكانت على ويل تشير. وهو كان فيري ديفوت كاثوليك، فكان جايب عيال كتير، كان عنده 5-6 عيال افتكر حاجه كده. فراح يستقال من شغله وعاش يخدم مراته دي طول عمره، ويغسل، كنا نشوفه يغسل ويعمل شوبينج كل يوم بعد الظهر الساعة 6 كده، ياخدها على الويل شير يمشيها. ورهيب مش كده وبس، لكن ابتدى حاجة أحلى من كده بقى. ابتدى يخدم خدمة غريبة أو أسس خدمة الناس اللي بيروحوا يتسجنوا، بياخد بقى يروح يزورهم
وياخد باله من اولادهم ازيف ان هو مش شايل خدمه كفايه يعني. الراجل ده كان ريحته بجد ان اكتر الناس اللي كنت اشوف المسيح فيها. الراجل كان يجي الشغل عندنا المكان اللي كنت بشتغل فيه زمان، فكان الستاف كله هم مش فاهمين، بس اول ما يجي يسيبوا الدنيا كلها يروحوا يقفوا جنبه، وبعد ما يمشي يقولوا الراجل ده مختلف قوي، لانه المسيح يا اخواتي مجنت. المسيح يجذبك. كان يكلم الجموع يقول لك في اخر الموعظة على بيت كمان كان له سلطان عليهم، مش كده؟ مع انه ما كانش عنيف المسيح، كان فيري بيسفول، كان يجري وراي يجري يطلع، لكن المسيح عنده سلطان، عنده authority من الحب، وده المسيح المفروض يعمله، مش يعمله، لا كلمة غلط، اللي يعيشه. فلما تعيش الحتة دي الايدنتي دي تبقى كده. فكل ما تقرب من المسيح، كل ما تقرب من المسيح مش هتسعى ليها، بالعكس احنا بنجري من اي حاجة فيها، لكن هي دي الايدنتيتي بتاعتك. فبولس يكمل يقول بل الذي بإيمان المسيح البر الذي من الله بالإيمان لأعرفه وقوة قيامته وشركة ألامه متشبها بموته، الآية المشهورة قوي، ألعلي أبلغ إلى قيامة الأموات، ليس إني قد نلت أو صرت كاملا، ولكن أسعى لعلي أدرك الذي لأجله أدركني أيضا المسيح يسوع. كان يكتب كده فيلسوف، كان يكتب جمل لذيذة كده، أيها الإخوة أنا لست أحسب نفسي أني قد أدركت، يعني شوف كل ده أنا I did not apprehend، لسه ما وصلتش لحاجة، ولكن أفعل شيء واحد، وده مبدأ حلو أي في الحياة، أعمل إيه؟ إذ أنا أنسى ما هو وراء وأمتد إلى ما هو قدام. كان الأنبا أنطونيوس يقول كلمة لذيذة قوي، قول كل يوم أقول لنفسي نعمل إيه؟ نبتدي النهاردة. أنبا أنطونيوس يا خبر أبيض، فيقول كل يوم أقول لنفسي أنا هبتدي النهاردة من أول وجديد. حاجة جميلة فيها رجاء كده وفيها قوة. أسعى نحو الغرض لأجل جعالة دعوة الله العليا في المسيح يسوع، فليفتكر هذا جميع الكاملين منا، وإن افتكرتم شيئا بخلافه فالله سيعلي لكم هذا أيضا. وأما ما قد أدركناه فلنسلك بحسب ذلك القانون عينه ونفتكر ذلك عينه. بعدين بقى من عدد 17 لعدد 20 اللي هنركز عليهم بقى، لهم كونوا متمثلين بي معا أيها الإخوة، ولاحظوا الذين يسيرون هكذا كما نحن عندكم، لأن كثيرين يسيرين مما كنت أذكرهم لكم مرارا والآن أذكرهم أيضا باكيا، وهم أعداء صليب المسيح. الناس اللي ابتدت معاه وبعد شوية اتغيروا وسابوا بولس، الذين نهايتهم الهلاك، الذين إلههم بطنهم ومجدهم في الخزيهم، الذين يفكرون في الأرضيات. وهنا رح عمل خط واضح كده، رح عادت خط كده، قال دول بيفكروا في الأرضيات. طب إما إيه الحكاية معلمنا بولس؟ لا بيقولك لا إحنا مش كده. طب إما إحنا إيه؟ خلي بقى من الأيدنتيتي بتاعتك. العددين اللي جايين دول هم دول الخلاصة. فإن سيرتنا نحن فين؟ السماوات التي منها ننتظر أيضا مخلصا هو الرب يسوع المسيح. يبقى انت سيرتك الانجليزي بتاعها طبعا واليوناني الهويه الجنسيه السيتيزنشيب في السماء، انت انسان سماوي، انت انسان سماوي بتقضي الارض، ولكن انت انسان سماوي، لازم تفهم كده ولازم تعيش كده ولازم تنقل لولادك كده. citizenship هويتنا في السماء، احنا السماويين، والكنيسة لازم تنقل هذا التعليم. احنا مش بنعمل مملكة ارضية، فهموا يا اخواتي، الكنيسة مش بتعمل مملكة ارضية، الكنيسة شغلتها حاجة واحدة، تحضرني وتحضرك للسماء full stop، بس
لو عملت حاجة غير كده الكنيسة عملت ديريلينج، حادث. أنت سيرتك في السماء، ولو عملت كل حاجة ما وصلتش للسماء يبقى عملت اللي زي المسيح قال عليه، ماذا ينتفع الإنسان لو ربح كل هذا العالم؟ افهم، افهم دعوتك. عشان كده الكنيسة كل يوم الصبح لما تقرأ باكر يقول لك البولس من أفسس إيه؟ أسألكم أنا الأسير في الرب أن تسلكوا كما يحق للدعوة التي دعيتم إليه. أنت ليك دعوة، إحنا مدعوين. مبارك الرب في أفسس واحد، مبارك الرب يسوع المسيح الذي اختارنا فيه قبل تأسيس العالم لنكون قديسين بلا لوم ولا. ليك دعوة، هويتك في السماء ودعوتك في السماء تبقى قدام عينيك، قدام عينيك، ما تروحش ولا يمين ولا شمال. لو رحت انت هتروح، لو ضاعت انت هتضيع، وهتضيع ناس وراك كتير. اقتنع بكده وافهم كده. طب اجيبها منين؟ من المسيح اللي بتقعد معاه. كل ما هتقرا هذا الكتاب هيقول لك كده، مفيش حاجه في الكتاب ده بتقول لك غير كده، مفيش حاجه. القداس بيقول كده، مدارس الاحد بتقول كده، التعليم بيقول كده. تبص على الايقونات دي تقول كده، الله، كل حاجه كونسيستنت. فاحنا سيرتنا في السماء. انا طبعا عارف في اسئله كتير، طب ليه بيجيبونا في العالم؟ طب يا ابونا، طب مش عارف. لا لا، بس الروح يفحص كل شيء. الروح القدس اللي جواك يقول لك، النافيجيتور بتاعك ده يعلمك ويقول لك، خليك امين. وياما ناس شفناها عاشت ببساطه شديده جدا جدا، وكانوا في منتهى القوه في الايدنتيتي بتاعتهم. والمسيح ادى امثله كتيره في الكتاب المقدس عن ناس ما عملتش حاجه كتيره ولكن عاشت ببساطه. الموضوع مش كومبليكيتد، احنا اللي بنخليه كومبليكيتد. لكن عارف الانسان اللي يمشي ورا المسيح بامانه بهدفه كده المسيح، ويعيش مع المسيح ببساطه، المسيح يفهمك كل حاجه، كل حاجه، مش محتاجه اسئله كتيره. الذي سيغير شكل جسد تواضعنا ليكون على صوره جسد مجده بحسب عمل استطاعته ان يخضع لنفسه كل شيء. يبقى ايه 20؟ فان سيرتنا نحن هي في السماوات. هو ده الايدنتيتي بتاعتنا، هو دي الفاليو سيستم بتاعنا. فتعيش في العالم، تشتغل في العالم، تطلع هوليداي، وتعمل كل اللي انت عايزه، لكن قدامك سيرتي في السماء. فلما تبقى الفاليو او البليف بتاعي كده، هتلاقي نفسك بتتعامل مع كل اللي حواليك من خلال الحته دي. فيحصل ايه؟ تتمم الحته اللي المسيح قالها في الموعظة على الجبل، انتم نور العالم، انتم ملح الارض. فابني في البيت يبص على بابا وهو بيتكلم، ويبص على ماما يقول اوه، اجمل ايقونه ممكن اتعلمها، اجمل ايقونه لما بابا يبقى صوره المسيح وماما تبقى صوره المسيح. مش هتقول لهم صلوا، صدقني ما هتقول لهم اقروا الانجيل، صدقني ما هتقول لهم، ما تقول لهم. شوفوا بس بابا وماما بيتعاملوا ازاي مع بعض، respect love honor، يقدموا بعض. خلاص خلاص، هتلاقي هو بيعمل replicate للموديل ده في حياته. ميبقاش عندي اكتر من identity، عن identity في الشغل، identity في هنا، identity يوم الحد في الكنيسة. ما عنديش كذا multiple identity. يقول لي فابني يقول لي انت مين فيهم؟ انت انهي واحد فيهم؟ أبقى confusing، مش كده؟ لا، هي واحدة بس، المسيح. كان المسيح يكون الكل في الكل. الحكاية مش صعبة، الحكاية مش صعبة، سهلة قوي جدا. بس امشي ورا المسيح بأمانة، خليك أمين، خليك أمين، اعمل علاقة معاه، علاقة حية مش علاقة ميتة.
علاقة حية. يعني ايه علاقة حية؟ يدور عليه، دور عليه، اشتاق له، حبه، حس بيه، اتكلم معاه، خلي عندك باترن كده في الحياة معاه، خليه في وسط عينيك، خليه في اليوم كله قدامك، اقرأ الكتاب بتاعه، فضي كل حاجات بسيطة، هتلاقي اللي احنا بنقوله ده اللي عمله الأنبا بشوي والأنبا أنطونيوس والبابا كرولوس كانش عندهم حاجة مختلفة. والقديسين المعاصرين اللي بنشوفهم هو بالضبط نفس الحكاية، بس كان أمين في حياته معاه. فأنت دور على المسيح وامشي، وكل ما هتأوعدك كل ما هتقرب من المسيح كل ما هتبقى شبهه، وكل ما الايدنتيتي بتاعتك هتبقى شبهه، وكل ما حياتك هتبقى شبه المسيح. لما حياتك تقرب قوي يبقى المسيح هو كما يقول بولس الرسول الكل في الكل، تلاقي بقى ايه، تبقى تعمل زي بولس يقول ما كان لي ربحا فقط قد حسبته ايه خساره. ما عادش حد يملا قلبك ولا عينيك ولا فكرك ولا حياتك غير مين؟ شخص المسيح. وتبقى انسان مؤثر جدا. عارف التاثير بتاعك ايه؟ هتلاقي نفسك بتسيب بصمه المسيح مش بصمتك انت على كل اللي حواليك. ما انساش ولد استراليا، ما انساهوش ابدا، جي عشان يتعمد اوزي اوزي، فسالته بعد ما قعدت معاه بقول له انت عايز تتعمد ليه؟ قال لي شوف ده الولد اللي هو بيشتغل معاه، كان ولد من ولادنا، قال لي عايز ابقى زي ده بالظبط، عايز اللي عنده يبقى عندي 10 على 10. مع ان الولد التاني ده ولا هو اكليريكي ولا خادم ولا كاهن، انسان عادي جدا في العالم، وبيشتغل بيبيع عربيات كمان، يعني اكتر ناس المفروض ان هم بي مش بي يعني اول ما تخش على كار ديلر كده بتلاقيه جاي عليك تجري الناحيه التانيه تخاف منهم كده، لكن كان انسان امين جدا، وصل له المسيح بطريقه سهله جدا لانه عاش المسيح، فكان يشوفه فقال انا عايز ابقى زي ده وعايز ولادي دول يتعمدوا زيه. ايه رايك بقى في الكلام ده؟ حاجه جميله مش كده؟ حاجه جميله. ايوه هيكون في حد فيكم بيبيع عربيات ليقول ابونا قال انا بحبهم جدا يعني على فكره، بس يعني مفروض ان هم بتوع يعني سيلز يعني. فالموضوع سهل خالص، الموضوع هو الايدنتيتي بتاعتك في المسيح، سعرك في المسيح. بولس قبل المسيح كانش ولا له ثمن، بعد المسيح بقى بولس. فالايدنتيتي بتاعتك هي المسيح، ثمنك في المسيح، سعرك في المسيح، كرامتك في المسيح، فرحك في المسيح، حياتك في المسيح، ابديتك في المسيح، كل حاجة في المسيح. اجتهد بقى انك تعيش الدعوة بتاعتك مظبوط، وما تخليش العالم اللي بره ده يلخبط لك دماغك. ما هو لخبط ناس كتير، وبيلخبط ناس كتير، وملخبط ناس كتير، بس انتبه جواك الروح القدس هيقول لك دايما ويرشدك للحق. المسيح قال انا هو ايه؟ طريق وايه؟ الحق. حق مهم قوي، بس لما تعرف الحق عيش الحق، ما تحطوش على كده فازة كده او تحطه كده على لوحة تقول الله الحق ده جميل، لا ما ينفعش، لا تعيشه، تعيشه جواك وتغتره، تعمله ريجرجتيشن كده وتطلعه للناس اللي حواليك يشوفوه ياكلوه، وده اللي الاباء القديسين كانوا عملوه، فتعيش كده وتطلعوا فيرى الناس ايه اعمالكم الصالحه ويحصل ايه؟ يمجدوا اباكم الذي في السماوات. لالهنا كل مجد وكرامه الى الابد امين.